الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. This is Yusuf Abiy Shurbaji. I'm your English teacher at Al-Wajh High School. As soon as you reach this point, it means that next lesson, inshallah, you will start Unit 1. في الحصة القادمة, inshallah, نبدأ Unit 1 بما أنك وصلت لها الفيديو. هتلاحظوا معي أحبائي الطلاب أنه بمشيئة الله, بس أضمن أن احنا بدأنا الطريق, هتلقى يفترض أنه we speak more English and less Arabic in the class إن شاء الله. So as we go on, بما أن احنا نستمر شوية شوية, هتجد أن إن شاء الله we are going to speak more English and less Arabic in the class. Today إن شاء الله I'm going to introduce you to something that is important before we start our next lesson, which is something, there is a file, I made it by myself, it's called Word List, Mega Goal 1, Word List, Unit 1. Okay, طبعا this is, لكل وحدة إن شاء الله حيكون لها Word List, قائمة كلمات, وهذه الكلمات اللي يفترض أن احنا نستفيد منها في دروس Unit 1 بالكامل بمشيئة الله, حتساعدنا. بعض الكلمات طبعا بسيطة وسهلة ومرت عليك قبل كده, وبعضها قد تكون تمر عليك للمرة الأولى. وجدنا نحن نضع هذه الكلمات لكن نجهزها لك في ملف حيرسل لك إن شاء الله مع إثرائيات الحصة القادمة إن شاء الله. وهذا الملف لما تفتحه حتجد رابط شيء اسمه كويزلت. رابط كويزلت. إيش هو الكويزلت؟ وإيش قصته؟ طبعا قبل ما نبدأ, بس وإيش هو الكويزلت؟ طريقتي في الكلاس إن شاء الله إذا رجعنا على خير بمشيئة الله, إنه يوميا نحدد تقريبا 10 كلمات. طبعا في الحصة الأولى دائما حتلقونا نقرأ الكلمات بالكامل, نظرة سريعة على الكلمات. كذا احنا بنزرع الكلمات في عقلك اللاواعي وتتعرف عليها, تمر عليها, وحتجدنا حددنا فقط أول 10 كلمات للإملاء في الحصة التي تليها مباشرة. إذا في كل كلاس أو في كل حصة إن شاء الله حتكون مسؤول عن إملاء 10 كلمات من الكلمات اللي أمامك. طبعا نتفهم إنه في الديكتيشن أو الإملاء بعض الطلاب ممكن يقول, يعني من الأشياء اللي واجهتني إنه بعضهم يقول يا أستاذ أنا ما عندي أحد ينقلني, ما أعرف أقرأ الكلمات. طبعا إحنا بنقرأها في الكلاس, لكن هذا دفعنا إن إحنا نجد حل جميل جدا لقراءة الكلمات وللتدرب على الكلمات, سواء كانت العشر كلمات أو المجموعة ككل. الحل هذا طبعا بعض التطبيقات في النت حلتنا هالمشكلة, في تطبيق جيد اسمه كرام, لكن طبيت بصراحة في تطبيق أفضل منه اسمه كويزلت. هذا التطبيق لو تلاحظ أنا بعد ما وضعنا الكلمات هنا, يفترض أنه أحيانا أعطيها كواجب لبعض الطلاب أنهم ينزلوا هالكلمات نسخ لصق, ينزلوها في موقع الكويزلت. فلو لاحظت معي الآن أنا حضغط على رابط الكويزلت. طبعا هذا الكويزلت عبارة عن تطبيق, عفوا الكويزلت عبارة عن تطبيق, وأيضا عبارة عن تطبيق يعني على الجوالات, وأيضا هو عبارة عن موقع في الانترنت. فأنا الآن حضغط على الرابط, سواء تنزله على الجوال أو على هذه. طبعا كويزلت تفتح حساب بطريقة بسيطة جدا, نفس طريقة فتحك الحساب في الجوال, نفس تدخل الإيميل والرقم السري, إيميل الجوجل بلاي الخاص بجوجل اللي عندك أو الجيميل والرقم السري, وتدخل عن طريق الجوال, تسجل عن طريق الحساب الجيميل, ما عندك أي مشكلة. حاب تسوي لك حساب لحاله برا الجيميل ايضا ما عندك اي مشكله. لو انا ضغطت الان على رابط الكويزلت, تشوف الصفحه اللي راح تفتح معي الان. نعم فتحت, طبعا انا فاتح صفحه سابقه هنا, هذه هي الصفحه اللي فتحت معي. شوف ايش مكتوب, نفس الكلام, ميجا جول 1 يونت 1 بيج تشينجز, وطبعا هنا اسم الطالب اللي اعدها, لان حتكون ان شاء الله على شكل واجبات لاحقا, الطالب اللي أعده, بحيث أنه كل ما طالب عد لي مجموعة منهم نقدر أن احنا نعطيه يعني درجات محفزة أو نصلح له بعض درجاته إلى آخر, طبعا في ظروف, خصوصا في ظروف الكلاس العادية. إذا مثل ما اتفقنا يا شباب أنه هذا الملف حيرسل لك, حيكون عندك موجود فتحتفظ فيه, تسوي لك مجلد في الكمبيوتر حقك إذا كنت تدرس من الكمبيوتر, تحتفظ بالكلمات, تحتفظ بمقاطع الفيديو, تحتفظ بروابط اليوتيوب, بكل شيء خاص بالمادة. أوكي؟ طيب الآن لو لاحظت هنا أول كلمة عندنا Global Warming, أنا راح أقرأها معكم في لما أوصل للفيديو التالي بمشيئة الله. لما في هذا الفيديو بس بنستعرض وش هو الكويزلت, كيف نستفيد منه. أوكي؟
بدأنا بأول كلمة اللي هي Global Warming, Poverty, Security إلى آخر. تعالوا نشوف الموقع وش يقول لنا. ميجا جول 1 يونت 1. شوف أول كلمة طلعت لك هنا Global Warming. شوف معي الآن, أنا الآن لازلت في عندي أشياء كثيرة, رموز كثيرة جميلة جدا مفيدة في هالموقع. Global Warming, شوف لو ضغطت عليه ارتفاع الحرارة العالمي اللي هو على مستوى العالم. Global Warming. أوكي, هضغط على الفلاش كارد. شوف معي هذه Global Warming. سوري هنردها. نعم أوكي. إذن أنا في طور الآن اسمه طور الفلاش كارد اللي هي الكلمة ومعناها. أعطاني الكلمة بالعربي. حاول تخمن بعد, طبعا بعد ما تدرسها مرة اثنين ثلاثة. Click card to see term. لو ضغط عليه Global Warming. حاب أسمعها Global Warming. طبعا نوعا ما الصوت آلي نوعا ما. أوكي نأتي الكلمة التالية, الفقر. يا ربي وش كانت الفقر؟ Poverty. تمام. الكلمة الثالثة, طبعا هذا بعد ما تقرأها أو بعد ما تتابع الفيديو الخاص بيها وبعد ما تمرن عليها برا تحاول تسمعها. نشوف هنا الأمان. Security. أوكي. مياه عذبة. Fresh water. ممتاز. بعدين نضغط الكلمة اللي بعدها, الاقتصاد. نضغط هنا ضغطة وهنا ضغطة. Economy. شفتوا كيف؟ إذن هذه طريقة استعراض الكلمات بالترتيب. هذه طريقة استعراض الكلمات بالترتيب. أرجع للخلف باك. أرجع للخلف. نأتي الآن إلى Learn, تعلم. تعالوا نضغط على Learn. شوفوا إيش يصير معي لما أضغط على Learn. طبعاً اعذرونا في الإعلانات خارج عن إرادتنا. هنا في مثلاً كلمة Well-being. Well-being. هل هي ترى رفاهية ولا ركائز ولا مزدهر ولا يتعلم؟ طبعاً هي معناها رفاهية. أوكي أنا بختار, عفواً لا هذا استغفر الله العظيم. أنا الآن بختار الركائز كخطأ. تمام, بختارها خطأ. أنا متعمد أني أختارها خطأ. شوف إيش طلع لي. Study this one. ادرسها زين, لأن well-being معناها اللي هي prosperity باللغة العربية هي الرفاهية. أوكي فحنختار هنا, يقولك اضغط أي زر للاستمرار على الكيبورد. ضغطنا أي زر. Provide, هل معناها ينوع أو يزود؟ يا أخي فكونا من إعلاناتكم. ينوع أو يزود أو الأمراض, فحنختار هنا مثلا Provide هي اللي هي يزود. شوفوا طلع لي Correct وينتقل الكلمة اللي بعدها. أوكي نخرج من هالطور وننتقل إلى طور هذا Learn. بعد كذا عندنا Write. هنا طور أعلى في خلال هذا من مشكلة إعلامة. Write هنا يبغاك أنت تكتب الكلمة. تمام, حنضغط على هذا الطور. شوف إيش طلع معي. الفقر. تمام الفقر, طبعا ممكن تضغط don't know وممكن تكتب الفقر الفقر الفقر. rich لا, poor لا, هي كلمة قريبة من poor هي poverty. أقوم أكتب poverty. تمام, answer وأضغط كلمة answer. صحيح, يصنع يعمل يجعل هي make made made. طبعا بعد ما نقرأ الكلمات حتشوفها. أنا أبغى أكتبها, شوف بهذا الشكل أبغى أكتبها, متعمد أن أكتبها خطأ made بس ما أبغى أكتبهم كاملين. طبعاً أهم شيء إن أنا أكون عارف الكلمة أنها make made made. لكن طالع معي الآن answer, يقول لك هنا study this one you said made, أنت قلت أنها made بينما الحقيقة هي make made made. أوكي وتضغط أي زر. إذا لاحظوا معي إنه هذه طريقة أيضاً إذا أنك تبغى تكتب بيدك في ورقة خارجية, وهنا كمان سهل عليك في اللابتوب. طيب هذا طور الرايت. طيب طور السبيل الآن, إنك تتهجى الكلمات. أوكي تعال نشوف تهجئة الكلمات. It's simple type. أوكي type what you hear, الكلمة اللي تسمعها. High performing. High performing. أوكي إذا نكتبها high performing. شفت كيف أنا الآن هذا خلاني أنقل نفسي بنفسي. أوكي نضغط enter. Incorrect. High performing. H I G H dash P E R F O R M I N G. High performing. Okay, then الآن أعطاني فرصة ثانية إن أكتبها. أقوم أكتب high. بعدين أحط dash. Performing. High performing. طبعاً لو في الكلاس لو ما حطيت ال dash ما راح أحاسبك عليه بالتأكيد. Okay. نضغط ال enter. أعطاني. Transparent. Transparent. إذا نكتب trans. أنا بكتبها الآن خطأ. شوف معي ها pairing, أبغى أكتبها transparent بدل transparent. شوف إيش هتطلع معي ها incorrect. ليش transparent T R A N S P A R E N T. أوكي إذا transparent ها transparent.
شفاف. Natural disasters. وهكذا. أوكي. كوارث طبيعية معناها natural disasters. أوكي. وهكذا حتدرب على الكلمات بالكامل. إذن هنا spell. طيب ناتي إلى test. الآن وهذه مفيدة أكثر إذا كنت يعني قرأت الكلمات بالكامل في نهاية الوحدة بتراجعها بمراجعة كاملة. test. ناتي إلى test. أوكي. طبعاً أقدر أستخدم هلوحة المفاتيح أو أقدر لوحة مفاتيح الكتاب. give opposite take اللي هي يعطي ويأخذ. أوكي. أكتب هنا يعطي. كتب بالإنجليزي. يعطي وأكتب عكسها يأخذ. طبعاً هذه موجودة في قائمة الكلمات مو من رأسنا. أوكي. يعطي ويأخذ. أوكي. أضغط. الآن numerous اللي هي كثير العدد. وأقدر أكتب الكلمات في النهاية. أقدر check answers بعد ما خلصهم هذول كلهم أقدر أعمل عملية check answers تشيك على الكلمات. أوكي. match هنا الآن هنا طور الألعاب match و gravity و life. أوكي. خلنا ندخل في match عملية الماتش اللي هي التوصيل. start game هنا تعتبر لعبة سريعة يبغى لك تكون سريع. start game ها طلعت لك مجموعة كلمات يكون وين يكون يكون ها be is am are آلة ندور على الآلة host machine هي machine أبغى أجرب أحطها host طلعت خطأ أقوم أمسكها وضعها مع machine good يأخذ زمام المبادرة take the initiative المبادرة أوكي مكانة هي status أوكي لكن أبغى أحطها honest طلع لي خطأ إذا لاحظ معي status يستضيف أقرأها لازم أقرأ host ذو مصداقية honest شوف معي الآن طلع لي قال لي حصلت عليه في 26 ثانية فاصلة 4 you can do it Just one more try to see if you can beat your record. Oh, طبعاً قبل كذا لعبها وجايبها 18.7. أنت طبعاً كلاعب كذا ممكن تجيبها في نفس الرقم برقم أفضل وهكذا. أوكي. أنا حخرج الآن من طور هاللعبة وندخل في لعبة Gravity. هذه حقين البلايستيشن والشغلات هذه راح تنبسطوا منها. أوكي. طبعاً هذا كله لاحظوا إذا كنت أنا دارس الكلمات بشكل جيد حستمتع في اللعبة أكثر. Get started. تعال نبدأ. طبعا هنا نبغى نجاوب بالانجليش لا تجاوب بالعربي بالعربي او ممكن تخليه راندم مره عربي مره انجليزي لكن يفضل انت تتعلم الكلمات بالانجليزي خليها ايزي السهوله عشان يمشي يكون بطيء في المشي ستارت جيم تعالوا نشوف مع بعض يلا ايش الكلمه اللي حتطلع في الاسترويد او في المذنب اللي يبغاني اكتبها يدعم يساند اوكي راح نكتب سبورت بالعربي كتب سبورت طيب اوكي طلع ما طلعت صح تعالوا نشوف هي طيب صحيحه غريبه ما قبلها ممكن اخطات انا في حرف مع السرعه طيب الان اكتبها مره ثانيه سبورت ممكن اكون كتبتها كتبت بالعربي ما قلب اللغه سبورت اوكي شوف الكلمه اللي بعدها ياتي كم اعتقد انها بتصريفاتها كيم كم كم كيم كم بسرعة صحيح نعم إذا لاحظ معي أعطاني هنا سكور 170 نشوف الكلمة اللي بعدها أوكي يأخذ زمان مبارة take initiative صحيح لا ما جت صحيح إذا أو the initiative إذا أنا هنا نسيت كلمة the take the initiative أوكي إذا أكتبها الآن take the هنا لاحظ إنه بيعطيك لعبة وبيعطيك إنك أنت كمان تصحح طريقة كتابتك للكلمة. اوكي. Take the initiative. حرف الاي انا نسيته هنا initiative. طيب نستكمل مثلا ناخذ كمان كلمة. يتوسع expand. انا اعرفها expand قد يكون مستخدم انا مصطلح اخر الان expand. مصطلح صحيح زاد السكور حقي. وهكذا اوكي. طول ما انت تعرف الكلمات متقن الكلمات اللي مرت عليك في الورقة اللي حتكون بي دي اف ترسل لكم او درست من الموقع وانت بتاخذ الفلاش كارد تمسكها كلمة كلمة طبعا يوميا حناخذ 10 كلمات هذا الموقع بيفيدك ان شاء الله نكون استمتعنا مع بعض بهالجزئية اذا احنا ان شاء الله هالبرنامج سواء استخدمته كتطبيق في جوالك او موقع الكويزلت حنستمر فيه طوال الترم مشيئة الله يوميا لازم تراجع 10 كلمات معي وأصلا حتى في الكلاس هتلقاني أقرأ معك أو أقرأ معكم 10 كلمات ونراجع 10 كلمات ونقرأ بعدها 10 كلمات ونراجع 10 كلمات وهكذا إلى ما نخلص
قائمة الكلمات الخاصة بنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق أنك تكون هذه الرحلة التعليمية رحلة ممتعة مفيدة لك بمشيئة الله، وتكون التقنية اللي بنستخدمها تمثل إضافة إيجابية لك كمتعلم. اللي نلاحظ أنك الفترة هذه يفترض أنك أنت حتتحمل بمشيئة الله مسؤولية العملية التعليمية بشكل أكبر. في السابق مجرد أن المعلم يعطيك المعلومة، الآن أنت لابد تتابع مع هنا وتستخدم مصادر أخرى وتستخدم دفترك. حنتكلم عن هالأمور إن شاء الله في الكلاسات القادمة. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.